القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. اعتداءات وحالات عنف وانتهاكات شهدها الشارع الفلسطيني يومي السبت والأحد الماضيين، حين خرج المتظاهرون لمعارضة زيارة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاول موفاز إلى رام الله لالتقائه بالرئيس محمود عباس. اعتداءات نقل على إثرها المتظاهرون إلى المستشفيات، لم يسلم منها الصحفيون ولا حتى المتظاهرات. أمر بعدها الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق. أنا لا أريد أن أسترق موضوع التحقيق الذي سيجري، ولكن لابد أن يكون استنادا إلى القانون الأساسي الذي يحكم الجميع، وما تحدث به أيضا رئيس أبو مازن حول مسألة الحريات العامة وحرية الرأي مكفولة بالقانون وبالتالي حرية التظاهر وإلى آخره. وهذا الاعتداء الذي جرى لابد أن يحاصر من أجل نزع فتيل التوتر في الوضع الداخلي. بالتزامن مع انتظار توصيات لجنة التحقيق، عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل لنشر تحقيق حول الانتهاكات المسجلة للحق في التجمع السلمي. طلب الحضور فيها بإلغاء المراسيم الرئاسية واللوائح التنفيذية التي تجعل من القانون الأساسي فضفاضا يسهل بواسطتها إيجاد المخارج الآمنة للمعتدين والمذنبين. يعني هذه تحتاج ربما إلى نضال، يعني نحن نتحدث عن توصيات محددة من شأنها أن تحمي الشق القانوني، لكن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتحميل مسؤوليات ومحاسبة سيتكرر هذا الانتهاك، لأننا نلاحظ أن هناك تصاعدا في هذه الانتهاكات. إذن إذا نحن كان لدينا جهد حقيقي من أجل حماية هذا الحق، أعتقد أنها أيضا هي مسألة نضالية وليست فقط مسألة في الغرف المغلقة أو مطلب، إنما تحتاج إلى نضال حتى بالفعل يكون هناك في فلسطين حرية حقيقية للتجمع السلمي. يبدو أن تزايد الانتهاكات في الآونة الأخيرة في الشارع الفلسطيني خلقت حاجة ملحة لإلغاء كل ما يتنافى مع القانون الأساسي والذي يضمن الحق في التجمع السلمي. حالات عنف ألقت حجرا في مياه المستويات السياسية الراكدة. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.